بداية ولا أخر بقى، عندنا صفقات كده على مية بيضة، وكثير جدا من الناس متوقعين إن إن شاء الله هيكون لها الكثير من الانعكاسات الإيجابية على الشكل العام حتى للفريق. أنت رؤيتك إيه للصفقات دي؟ التوقيت. بص، قبل كلمة الصفقات إحنا بنعرف نفرح كويس قوي. إحنا ما فيش حاجة حصلت، إيه اللي حصل؟ البطل تملي عنده إخفاق بسيط، إيه المشكلة؟ عنده 4 بطولات وعنده لسه قادم كاس وسوبر وأفريقيا وكاس عالم للأندية، 3 سنين في سنة واحدة. يبقى نقول ايه؟ لك الله يا اهلي، اللعيبه اللي موجوده دي يعني مكن بيشتغل 3 سنين عشان سنه واحده. نتكلم في صفقات النادي الاهلي. كابتن محمود ومجلس الاداره وكابتن امير توفيق بيعرفوا يفرحوا جمهور النادي الاهلي، يعني زي ما بيقولوا ايه؟ سحابه وعدت، موقف خلاص من عندنا، وظهر دلوقتي صفقات النادي الاهلي حديث الناس كلها. لسه. انت ممكن تنام وتصحى تلاقي صفقة. صحيح. هيا يا جماعة اكمل سهر ولا اكمل نوم؟ لا، كمل سهر عشان تسمع الجديد. ولو في صفقة جديدة صحوني. صح. لا، هو مش هيلحق. هتلاقي تملي النادي الاهلي بيقولك ما هو جديد. اول لما بيعلن بيعمل المؤتمر الصحفي وبيعلن عن اللاعب. بعد كده بيقوم قايلك اللي النادي الاهلي محتاجه، اذا كانت مجلس الادارة او لجنة التخطيط او مستر موسيماني، ايه اللي ناقص النادي الاهلي وبيجيبه عشان يسد الثغرات دي. واعتقد ان الاهلي ما عندوش ثغرات خالص. احنا معانا كابتن عمرو 4 صفقات حاليا، بس التوقيت فيه ذكاء. يعني زي ما حضرتك قلت كده، كابتن محمود الخطيب هو ايه؟ بيفرح الجمهور بس بطريقته. يعني بقالنا فتره بنسمع وتكهنات واعلاميين يطلعوا وغيره يقول لك الاهلي هينضم له كذا، الاهلي هيبيع كذا، الاهلي هيودي اعاره كذا، واحنا قاعدين ما بنتكلمش، ساكتين لغايه لما الاهلي رد على الارض زي ما بيتقال. بصي حضرتك، في نوعين من التكهنات بطريقه معينه. تكهن ليفرح جمهور النادي الاهلي، وتكهن يهد لعيبه النادي الاهلي. الشناوي ماشي، بواليا، قفشه، طاهر، والبعض منها اغراض. يعني مستر موسيماني قال ان انا محتاج ان انا اطلع اعاره لطاهر محمد طاهر، كلام كتير. في الاخر خالص اللي بيحصل، اللي يطلع من بق النادي الاهلي هو ده اللي اتصدق، هو ده التصريح. مش محتاج بقى توقعات، مش محتاج تكهنات، مش محتاج مزايده على النادي الاهلي. هو ده النادي الاهلي جاب كريم فؤاد. من احترام كابتن محمود الخطيب ومستر محمد الطويله، استنوا لغايه اما الدوري خلص وبطوله طوكيو خلصت. أيوة. وقام اعلن كريم فؤاد مع انه من بدري جدا والناس كلها عارفه. 2، الناس كلها شايفه مكسوني تاو مش هيجوا، مبلغ كبير، الموضوع منتهي. الراجل في هدوء تام ضم الاثنين لعيبه، وحصل مجموعه تقسيط المبالغ بتاعتهم على 3 سنين او 4 سنين، وتم كل حاجه. المفاجاه كانت للناس سرعه حسام حسن. حسام حسن على فكره، بس من المعلومات، ده ابني اللي انا ربيته في نادي الجيش. في الوقت اللي حسام ما حدش خد باله ان كل الانظار كانت رايحه لشادي حسين في روت سيراميكا، فجاه بقى حسام حسن بالليل، وخلال ساعات هيعلن حسام حسن فيروت سموحه واهل طرابلس انضموا للنادي الاهلي. ايضا بالظبط كده. أوكي. في الوقت المناسب حسام ظهر توقيعه، ظهر ظهوره في جنينه النادي الاهلي، تيشيرت النادي الاهلي هو خير دليل لحسام حسن. هو قدامنا يا جماعه، ربنا يا رب يكرمه. هو 27 سنه يعني، وشارك يمكن مع سموحه، ده كان الموسم بتاعه 15 تقريبا، 15 مباراه يعني قبل انتقاله مع الاهلي ان شاء الله. بص حضرتك، في نظره بعيده شويه، حسام كان مضموم في تصفيات كاس العالم بهدف محمد صلاح الثاني من ضربه الجزاء اما صعدنا كاس عالم. كان حسام من ضمن ال 35 لعيبه اللي موجودين في معسكر المنتخب. الوقت بتاعه جه، زي ما بيقولوا بقى بلغه الكرة، استوى اللعيب ووصل لنضج الكروي. النادي الاهلي جابه في الوقت اللي النادي الاهلي محتاج حسام حسن، وحسام حسن محتاج النادي الاهلي. حلو ان احنا يبقى عندنا اسم حسام حسن تاني.